اشتا نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع طريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسويكلاص ونحضيو من القليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمة، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمة. فوق الشتاء نزيد ونردو البال. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الجولة الصحفية مباشرة من شوف تيفي، ونبدأها بخبر أوردته جريدة المساء يحمل عنوان: هكذا تم التخطيط لضرب مواقع عسكرية وسياحية بالمغرب. وقالت جريدة المساء إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن اليوم الجمعة الماضي من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، كانت تعزم تنفيذ مخططات إرهابية خطيرة. وحسب مصادر المساء فإن الخلية تضم 9 أفراد ينشطون في مدن القنيطرة وسلا وقصبة تادلة وبلدة أيت إسحاق إقليم خنيفرة ودوار غر العلام دائرة دير القصيبة بإقليم بني ملال. تفاصيل هذا الخبر في عدد الغد الاثنين جريدة المساء. وننتقل إلى جريدة أخبار اليوم التي أوردت خبرا بعنوان: داعشي مغربي يفجر نفسه في سوريا. وقالت اليومية إن جهاديا مغربيا من الملتحقين بتنظيم داعش لقي مصرعه في سوريا إثر عملية انتحارية نفذها يوم الخميس الماضي ضد قوات نظام بشار الأسد، مشيرة إلى أن الانتحاري المغربي يدعى بدر الدين الشطيبي ينحدر من مدينة الدار البيضاء ويقطن بمدينة مرتيل قبل أن يلتحق بداعش هو وزوجته الشابة وطفلته الصغيرة التي لا تتجاوز 3 سنوات. تفاصيل هذا الخبر تجدونه في يومية أخبار اليوم في عدد غد الاثنين. وإلى يومية الصباح التي جاء فيها خبر يحمل عنوان: بشرى للبوليس زيادات في الأجور. وفي تفاصيل الموضوع قالت جريدة الصباح إن أخبارا سارة حملتها المديرية العامة للأمن الوطني لرجال ونساء الشرطة مع انطلاق احتفالات رأس السنة، مبرزة أن المديرية قررت رفع تعويضات جميع موظفي الأمن الوطني ابتداء من شهر يناير المقبل. تفاصيل هذا الخبر في عدد الغد الاثنين من جريدة الصباح. إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الصحفية، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.